زي كفن تبع الموجة. الأخبار في بيروت ماهيش سارة. اليوم نحكيو على انفجار ضخم وقوي هز مرفأ بيروت، عشرات الإصابات حسب المعلومات الأولية من الدولة إلى حد الآن في وكالات الأنباء. باش ناخذ أكثر تفاصيل مباشرة معنا من بيروت الصحفي اللبناني سعيد الحريري. أهلا وسهلا، مرحبا بك على موزايك. أهلا أستاذ مالك، وشكرا يعني لتعاطفكم ولمتابعتكم للأخبار عن بيروت. شكرا لك على قبول الدعوة أستاذ سعيد الحريري. نحب نعرف أكثر تفاصيل على هذا الانفجار. ألو، إذا كان معنا موجود عادوا نتصلوا به الإكيب. خالد، إذا كان نجمون عادوا نتصلوا مرة أخرى بسي سعيد الحريري. خليني نعطي بعض المعلومات على الناس اللي ما عندهاش فكرة شنو صار اكزاكتومون اليوم في بيروت. انفجار هائل في العاصمة اللبنانية بيروت والمناطق المجاورة ليها، وهذا حسب المعلومات الأولية الموجودة على موقع فرانس 24. إنه المعلومات الأولية تقول إنه الانفجار صار بعد حريق صار في واحد من المستودعات العنبر رقم 12 في المرفأ أو الميناء متاع بيروت، ويبدو إنه كان يحتوي على كمية كبيرة من المفرقعات. الأنباء تقول على وجود عدة جرحى إلى جانب أضرار مادية كبيرة في السيارات والمركبات والمباني المحيطة بالمنطقة. نجم تدخل على سيتمتين www.mosaikefm.net تلقاو الفيديو وتلقاو كل التفاصيل فيما يخص هذا الانفجار، في انتظار وصول الاتصال الموجود من عند الصحفي اللبناني سعيد الحريري مباشرة بيروت. معنا مباشرة، مرحبا يا أستاذ. اهلا استاذ مالك، عذرا على انقطاع الخط، ولكن على ما يبدو انه ايضا هوائيات الاتصال التابعه لشركات الاتصال تاثرت في هذا الانفجار يعني الذي هز بيروت بشكل يعني كبير جدا. العاصمه اللبنانيه يعني يكاد ينقص هذا الانفجار كي تتدمر بالكامل، يعني لا يكفينا كل الازمات التي نمر بها من الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه وازمه المال والمصارف وازمه كورونا، وأتى هذا الانفجار الذي غير معالم بيروت بشكل كبير وهزها، حتى أن أصداء هذا الانفجار المرعب بصوره الذي يعني شاهدناه ونتابعه جميعا على كل وسائل الإعلام وصل إلى قبرص. لدي أصدقاء في قبرص يعني يتمرنون عليه عبر الواتساب. نعم يعني لدي أصدقاء في قبرص يعيشون هناك، حيث أنا أتردد تقريبا كل شهر إلى هناك. أكدوا لي يعني بأن الأصداء الانفجار وصلت إليهم إلى هناك، يعني سمعوا الدوي واهتزت يعني المباني في شمال قبرص بسبب قوة يعني هذا الانفجار. الآن نترقب يعني كما الكل كل يعني التصريحات الرسمية التي يدعي بها المسؤولون اللبنانيون الذين يؤكدون بأن يعني العمل بعيد عن عمل إرهابي، وكما أن هناك مصادر إسرائيلية تقول بأنه لا علاقة لإسرائيل بما حدث في لبنان، ولكن يعني على ما يبدو أن ردة الفعل الشعبية اللبنانية يعني لن تصدق بأن هذا يعني الانفجار غير مفتعل بسبب يعني الأوضاع السياسية المتأزمة التي نعيشها يعني في هذه الفترة، وخصوصا مع اقتراب يعني نتائج المحكمة الدولية الخاصة بالشهيد لبنان رفيق الحريري، حيث أنه من المتوقع يعني أن تصدر هذه النتائج في 7 و8 من هذا الشهر أي بعد أيام قليلة. والكثير من يعني المحللين ومن يعني أفراد الشعب يحللون بأن توقيت هذا الانفجار يعني جاء بشكل يعني مستغرب مع الأزمة السياسية التي يعني تشهدها البلاد. يعني أستاذ سعيد تقول يعني الانفجار هذايا صار بفعل فعل. هناك تحليلات كثيرة يعني طبعا نترك للمصادر الرسمية اللبنانية يعني التي يعني من شأنها أن تحلل يعني فيها الانفجار وأن تتابع يعني أسبابه، ولكن يعني من قوة الانفجار ومن هوله ومن يعني وصل قلت لك إلى قبرص، يعني تخيل يعني لا يعني في بداية الأمر هناك يعني أخبار قالت بأن الانفجار ناتج عن مفرقعات، يعني يعني نرى بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقول لا أن هذا الانفجار ناتج عن مواد متفجرة. وصلت التساؤلات يعني لماذا الاحتفاظ بمواد متفجرة في المرفأ؟ أعتقد بأن من المبكر جدا يعني التحليل في أسباب الانفجار. الآن نتعامل مع انفجار غير وجه بيروت، غير معالمها بشكل كامل، يعني الواجهة البحرية لبيروت مدكوبة مهشمة مدمرة. من يعرف بيروت جيدا
يعلم بأن يعني حول الانفجار حتى في شوارع بعيدة عن بيروت، يعني بعدا تاما يعني تعرضت لقوة الضغط الذي يعني حطم الزجاج بشكل كبير في أنحاء بيروت، وعرض يعني الكثيرين للجروح وللإصابات التي يعني تتوافد إلى المستشفيات التي تعاني أصلا بسبب الأزمة التي نعيش فيها، بسبب أزمة المال والمصارف التي لا توفر يعني المعدات الطبية ولا الكهرباء ولا المازوت. نحن منكوبون جدا، هذا هو الوضع اليوم في بيروت، ونحن قلقون لأن يعني وقوع الخسائر البشرية الكبيرة جراء هذا الانفجار لم تتحدث بعد، وهناك الكثير من القلقين. ليست هناك يعني معلومات عن عدد الضحايا أو الجرحى لحد الآن؟ لا ليس هناك يعني تكلمت منذ قليل يعني مصادر طبية وصرحت للعديد من وسائل الإعلام بأن هناك على الأقل حتى الآن 10 قتلى، وصرحت بلدية بيروت بأنها فقدت الاتصال بأكثر من 10 أعضاء من الإطفاء من إطفائية بيروت، ولكن يعني وصف هذه النكبة وهذه الحالة المتدهورة والمنكوبة الكل يتابع، الكل يترقب، ويعني الكل ممكن أن يفتح التلفزيونات والسوشيال ميديا ليرى مدى حجم الدمار الذي خلفه هذا الانفجار الواقع يعني في مرفأ بيروت على البحر، إلا أن أجزاءه ودوية وترسلته وصلت إلى كل أنحاء الوطن. وضح أستاذ سعيد الحريري، نحن في متابعة للأوضاع في بيروت ولبنان. شكرا لك على هذه المداخلة، صحفي لبناني كان معنا مباشرة من بيروت. إن شاء الله ربي معهم. حقيقة كما كنت تسمعوا يعني الانفجار أنه يوصل حتى القبرص، قبرص تبعد 260 كيلومتر على بيروت، يعني باش تشوفوا حجم الانفجار والدوي بتاع الانفجار وين وصل. إذا كان ثم إذا كان تنجموا تعملوا طلع السيد بتاعنا وزي كيف تلقاو الفيديو معنا بتاع الانفجار، أنه الناس تنجموا تتخيلوا أنها عبارة قنبلة ذرية يعني في وسط بيروت. كما قال الأستاذ سعيد الحريري صحفي لبناني، أنه إلى حد الآن حسب المصادر الطبية الموجودة في بيروت تقول أنه تقريبا 10 قتلى إلى حد الآن، مع عدم تحديد قداش فما من ضحية وجرح إلى حد